كما أن مجالسة أهل السنة حياة للقلوب. والله ما رأيت أحد جالسته مثل شيخنا الشيخ باز رحمه الله، حتى من رآه دقائق معدودة. يعني يقول لي الشيخ محمد فقيه رآه في حياته مرة في مكة دقائق بس، يقول صار الآن أكثر من 10-15 سنة، يمكن 20 سنة أكثر، يقول والله كأنها برد على قلب. وهذا صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله، شوف تأمل هذا المثال العجيب من ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله كانت إذا ضاقت بنا الدنيا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن، هم في ساعة الدنيا وهو في السجن، فزعنا إليه. يقول وما أن نجالسه حتى يعني تطمئن قلوبنا وتنشرح نفوسنا. الشيخ ابن باز رحمه الله كان في هذه الميزة. ما أذكر مرة جئناه ولا جاءه ناس في المجلس ولا في الدرس ولا في البيت ويشتكون وكرب الحال وضيق الأحوال وتغير الزمان والناس، إلا يقول أبشروا إن شاء الله خير، يأتي الله بالخير. عنده من التفاؤل وعنده من إحسان الظن بالمسلمين ما لا تتصوره، سبحان الله. وعنده من حب الناس ما لا يدرك. سمعته مرة وقد جاءه سؤال عن الذين يطوفون بقبر البدوي ويسجدون للقبور في مصر وغيره، فبكى يمكن دقائق، يمكن دقيقة، وهذه طويلة يعني على الإذاعة، سبحان الله. وقال هؤلاء أخواننا وهؤلاء مسؤوليتنا، كيف أن الشيطان يعني قد أضلهم أن يتجهوا هذا الاتجاه ويفعلوا هذه الأعمال المنكرة. ما كان همه الحكم عليهم يعني مبتدع ضلال كفر ما كفر، كان كيف يأسى عليهم رحمه الله. فمقصود يعني مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب. ليش؟ لأن تبعد الإنسان عن السنة وتهون السنة وتهون النص في قلبه، بعكس أهل السنة. نعم. وعن مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء، فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. قال محمد بن حسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. أبو قلابة هذا مين؟ تلميذ أبو هريرة رضي الله عنه، قطعت أطرافه، فقد يده وفقد رجله. ذكر ابن حبان في كتاب الثقات أن رجلا دخل عليه وهو مقطع اليد ومقطع الرجل، ما في أي عضو بقي فيه. ثم جاء خبر أن ابنه الذي يرعاه يقول في خيمة في الصحراء برا البلد، فابنه الذي قال يعني تشوفوا ابني جاء رجع ما رجع ما رجع، يقول فخرج سمعنا صوت وخرجنا، فإذا قوم أتوا فقالوا إن غلام هذا الرجل أكله، عاد عليه السب فقتله. فقلنا يعني هالمصيبة الآن، هذا مقطع الأطراف ونخبره بموت ولده الذي ينتظره. ولما أخبرنا قال اخرجوا، قال فخرجنا واستمعنا إليه، فصلى ودعا الله وقال اللهم إني أحمدك على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة فيما أنعمت علي إلى آخر. يقول فتعجبنا منه، فدخلنا عليه قلنا أي نعمة أنت، سمعناك أي نعمة وأنت مقطع الأطراف وابنك مات؟ قال هذا لقد أعطاني الله لسانا ذاكرا لا يكل ولا يمل من ذكره وشكره. فلما ابتعدنا قيل لنا أتعرفون من هذا؟ قلنا لا. قالوا هذا أبو قلابة تلميذ أبو هريرة رضي الله عنه وراوية الإسلام، ولا تكاد تجد في كتب السنة إلا رواية لأبي قلابة. سبحان الله، رفعنا لك ذكرك. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل
فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق، إلا لعله المهدي المهتدي هذا ابن الواثق. وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم، فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، فشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ فقال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو الناس أنت إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوا، فإن قلت علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم شيئا. الراشدون والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. صح كده؟ الراشدون. نعم صحيح. شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما، ودخل الحيزة، وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن نقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه، وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا أحمد، قلت لبيك. قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. قال محمد بن الحسين: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري
وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام وابن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. يعني مجلس تقرر فيه البدعة، نعم. مجلس موجود فيه، نعم. وحدثنا وفي سنده عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وفي سنده عن أبي قلابة أنه كان يقول وبسنده عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وبسنده عن الحسن قال: صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. الصرف والعدل إيش معناه؟ يأتي كثير كلمة صرف ولا صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا، كم فيها عشرة أقوال أهل العلم إيش معنى صرفا وعدلا. مثلا قالوا صرفا وعدلا الحج والعمرة، قالوا صرفا وعدلا يعني أشهر الأقوال وأقواها، يعني لا تقبل لهم لا نافلة ولا فريضة. والمقصود هنا بالبدعة لا شك أنها البدعة المكفرة، أو أن تكون هذه الأعمال كلها على وجه البدعة. فلو قمت بأمر مفروض على وجه بدعي لا يقبل منك، وإن قمت بأمر مسنون على وجه بدعي لا يقبل منك، فليس في خلاف السنة ثواب كما يقول محمد بن سليم. نعم، هذا هكذا تفهم مثل هذه النصوص، وإلا نحن لا نرى كفر أهل البدعة. قال بهذا بعض العلماء لكن هذا غلط، قالوا إن البدعة كفر، وهذا صحيح صحيح، قال بأفراد يعني، لكن المستقر عليه علماء أهل السنة إن البدعة لا تكون كفرا في ذاتها إلا إذا كانت متضمنة للكفر، إن البدعة كفرية، لكن كل البدعة فسق، كل البدعة محرمات، كل البدعة خطيرة، كل البدعة ضلالة، ينبغي الواحد يحذر ولا يهول من أمر البدعة. ولم يرد عن السلف أبدا أي معنى معاني التهوين لموضوع البدعة، بخلاف اليوم تهون البدع بشكل يعني وتبسط وتسهل ولا تعمل منها. ينبغي يفرق في البدعة بين البدعة والمبتدع. كان يقول الشيخ الله يغفر له ويرحمه الشيخ الألباني، سمعته مرة يقول: العلماء يقولون ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ونحن أيضا نقول هكذا، قال: وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، يعني أصبح مبتدعا. هذا كلام صحيح. وبسنده عن أبي قلابة قال: قبل أن نذهب إلى هذه المسألة، مسألة مناظرة أهل البدع، يعني أفضل ما يمكن أن تراه في هذا الكتاب تكلم عن قضية المناظرة. نحن عندنا أدلة كثيرة تثبت مناظرة الكفار ومناظرة وجادلهم بالتي أحسن، إلا نقول قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. طيب، وعندك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناظر الكفار وناظر المشركين وناظر أهل الكتاب، والصحابة حصلت مناظرات كثيرة بينهم وبين المشركين وبينهم وبين غير المسلمين وبينهم وبين المبتدعة، فناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، وناظر السلف أئمة البدع، هناك يعني عدد ليس بالقليل، ابن عباس ناظر الخوارج، صح، وهكذا، وناظروا بعض القدرية، وحصلت مناظرات كثيرة بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء، ثم ناظر الفقهاء بعضهم بعضا، وهي مناظرة ومجادلة. وفي الجانب الآخر عندك نصوص تنهى عن الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصيمون،
كان إثنان أكثر شيء جدلا لما النبي غضب على علي رضي الله عنه، لأنه صار يجادل وما أقوم نفسي أخذها الله إذا قمت ذا أحيان، فإنما يعني قال إن هذا جدل. أيضا النبي قال إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة والمجادلة ويكثر الجدال. سألوني دعوني ما تركتكم، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم تناظروا وتجادلوا، أبي هذا أمرتم، أنا إنسان هذا نهيتم، الحديث الذي مر معنا في القدر. ولا كلمة ولا أجادلك بنصف كلمة. ورد عن الصحابة والسلف يعني عشرات مئات الروايات بالنهي عن المجادلة. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا أتيت بهذين البحرين العظيمين المتلاطمين ثم تنازع أيهم يغلب، والتقت هذه الجيوش، جيش من يقول المناظرة وجيش من لا يقول، جاب كلام طويل رحمه. وخلاصة الأمر عندي أن الجدل والمناظرة ينبني على أمرين، وهذه خلاصة ما ذكر الشيخ حسان بن تيمية رحمه الله. وابن القيم بنى كل كلامه على كلام شيخه. المناظرة تقوم على ركنين: نية وسلوب طريق. جميل. حينئذ نقول إذا كانت اثنين معناها الأحوال إيش؟ أربعة. تكون النية صالحة والأسلوب صحيح، أو تكون النية فاسدة والأسلوب فاسد، أو تكون النية صالحة والأسلوب فاسد، أو تكون النية فاسدة والأسلوب صحيح والمنهجية صحيحة. أربعة أحوال. فإذا نظرنا نية فاسدة وأسلوب فاسد، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هم جادلوا بالباطل أسلوب باطل ليدحضوا به الحق، وما ضربوه لك إلا جدلا، قال من يحيي العظام وغيره، هذا أسلوب باطل ما في عقل ولا نية صالحة. أو تكون النية صالحة لكن الأسلوب فاسد، وهذا ما وقع فيه أهل البدع. أهل البدع ردوا البدعة بالبدعة، وانتصروا للسنة بالبدعة، كما انتصر الأشاعرة في الرد على المعتزلة ببدعة الأشعرية وبدعة أهل الكلام. وهذا كثير جدا وقع في الأمة، أن الإنسان يريد يرد على الباطل. في مرة حضرت مناظرة بين واحد هنا في يوستن، فقال له: أنت كيف رسولك كان متزوج 9 حريم؟ قال: لا، هو متزوج 9 بس مش في وقت واحد، عشان يطلع منها يعني. هذا كذب. فبعض الناس ينكر شيء من الدين من أجل أن يناظر، هذا غلط، هذه النية صالحة لكن الأسلوب هذا منهي عنه. الثالث أن تكون النية فاسدة والمنهجية والأسلوب صحيح، كالذي يناظر للغلبة وللعوض وللمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر الدين بالرجل الفاجر. فقد يكسان يكون فاجر لكنه يناظر ويعرف كيف يغلب الناس. طيب. وهذا أيضا كثير في الفقهاء، أحيانا يحصل في المناظرات بين أهل العلم وطلبة العلم يصير النية يعني ما هي بصافية، فيها غلبة واستعلاء وإبراز عضلات وكذا وقوة الحجة وإلى آخره. إيش بقي من الأحوال الأربعة؟ النية فاسدة والأسلوب فاسد. النية الصحيحة والأسلوب الصحيح. أوكي. وهذا هو النية الصالحة والأسلوب الصحيح. هل هذا ممدوح؟ لا، هذا له صور، بعضها ممدوح وبعضها مذموم. فإذا كان الأسلوب صحيح، المنهجية صحيحة والنية صحيحة، لكن يكثر الإنسان منه، فهذا مذموم. لأن هذا مراء، صار الإنسان منهجيته صحيحة ويكثر من قضية النقاش والمجادل، كل ما جد صارت دبيت،
هذا شيء مذموم في الناس وليس ولا وجاء كثير من النصوص في النهي عن مثل هذا الأسلوب. علي رضي الله عنه ما بس النبي ما أحب كثرة ترداد الكلام منه. أيضا أن يكون فيه على سبيل التخيل، أرأيت هذه منهجية صحيحة لكن نهى عنها السلف، وكان تقع مناظرات ومجادلات، هل رأيت لو حصل كذا، فكانوا لا يحبون أن يدخلوا في مثل هذه المهاترات لأنها غير واقعية، لأنها مضيعة للوقت. فهذا أيضا نية صحيحة وأسلوب صحيح، ومع ذلك غير ممدوحة. تكون ممدوحة متى؟ إذا كانت في إقامة الحجة، كما فعل ابن عباس أقام الحجة على الخوارج قبل قتاله، وكما فعل عمر بن العزيز أقام الحجة على غيلان دمشقي قبل القصاص منه وإعدامه. إذن بإقامة الحجة على المخالف، القاضي يناظر، الوالي يناظر، إذن هذا صورة صحيحة. الصورة الثانية أن تكون المناظرة في التعلم. يقول عمر بن العزيز أفلح في العلم من لاح الرجال، يعني اللي يناظر العلماء ويسألهم، تسأل تستفسر، طيب لو كان كذا تورد إيراد تسأل، ولو حصل كذا ويا شيخ ما رأيك في كذا، للتعلم، أو يكون من باب التعلم بين الناس. الثالث أن تكون هناك شبهة كبيرة وإضلال للخلق، وتكون المناظرة مصلحتها راجحة. مثل أحمد بن أبي دؤاد بالمعتزلة وما حصل معهم. و في المذاكرة في العلم مناظرات الفقهاء بينهم وبين بعض، هذه كلها من المذاكرة في العلم والتعلم، أو تكون مصلحتها راجحة. من لطيف ما سمعت من المناظرات من سمعته من ذاكر، لا وإن كان الأسلوب يعني لك عليه شوي، لكن هو أسلوب استهزائي يعني، ذكرها مرة الشيخ أحمد ديدات، قال إن في الهند أجبروا العلماء على مناظرة النصارى في لما جاء احتلال البريطانيين للهند، ناظروا وكان ينشرون النصرانية بين السيخ والهندوس، فكانوا ينظروا بين المسلمين، فأفتى علماء المسلمين في الهند أنهم يحرم مناظرتهم، فما صار في مناظرات. فجابوا شاب صغير ووقفوه على منصة وأجبروه بقوة السلطان أنه يناظره، كان ذكي طالب علم مشهور، فقالوا له نسألك سؤال، أنت محمد رسول من عند الله؟ قال له، قال إذا مات أين يذهب؟ قال إلى الله عند ربي. قالوا أكيد؟ قال أكيد. I'll say this in English so you can hear. This is a funny story. So this young Indian guy was debating with some of the leader of the Christian British in India, and they force him into this. So they put him in a stage and they brought these big guys like to debate him about Islam. Is Muhammad his true prophet? قال لهم yes. You sure? 100. قال where did he go when he died? He said to his Lord. Then they said طيب. Do you know his grandson? قال نعم حسين. قال was he killed? He said yes, was murdered. Fairly, unfairly? قال unfairly. قال if he was a true prophet من عند الله, why didn't he scream and he told his Lord to save al-Husayn and to bring justice? That means he was not, he's not there. He said, he did. Then they said, what? He said, yeah, he did. He was screaming with the loudest voice. my Lord, he's killing my grandson down there. Help him, help him, help him. So the priests were like, they didn't expect the answer. So they said to him, then he said, God told them, hey, I couldn't save my own son, I'll save your grandson. So he was basically mocking them. If I couldn't save my own son, I'll save your grandson. I'm going to have it. يعني أنا لا أؤيد الأسلوب, يعني I'm not promoting the بس هذا أسلوب سخرية استهزاء, يعني he's just mocking them. ف
يعني النظر غير المناظر. فأنا في نظري أن هذا التقسيم الرباعي طيب يضبط لك باب النظر والمجادلة، وتفهم من خلاله ليش جاءت عموم النصوص وكلام السلف بذم الجدل، لأن ثلاثة من أربعة كلها مذمومة، واحد بعضه مذموم وبعضه مذموم، فلذلك تفهم وتعرف قيمة التعميم الذي كان في كلام السلف، لأن أغلب صوره في الحقيقة هي ليس ممدوحة إلا إذا اضطررت عليك. نعم، صار يعني تفصيل أكثر من كلمة الاضطرار هنا. لكن المناظرة يعني تعتبر مادة كده تدرس وعلم جدل. يعني حتى عندنا في علم الأصول الفقه في علم الجدل نحن درسنا هذا الماء، حتى فيه عندنا كده درسناه في الجامعة، يعني فيه فائدة علمية طبعا للمناظرة العلمية ومدرسة العلم بلا شك. عندنا مثلا debate clubs كده، يعني الناس تقريبا في بعض الناس من عندهم هذه الهوية، يعني كل أسبوع لا هذا ليس بسليم. لا لا سيب، نحن نتكلم أيضا عن مناظرة في الدين، مناظرة في القضايا الأخرى لا لا بأس بها، يعني لا بأس بها، ما كلام على الدين لأنه فيه تجرؤ على الدين. الدين غير الآراء السياسية. I can debate with you the gun control لبكرة، بس الدين ما يجرؤ الناس عليه. جميل، دي نقطة أيضا مهمة. That's a good point. نعم. وبعدين المناظرات تورث الشبه. صحيح. كان في أحد الدعاة في كندا من أشهر الدعاة يناظر أحسن من أحمد ديدات في المناظرة في نظري، وأقوى من ديدات في المناظرة، وأسلوبه رائع وحفظه آية من آيات الله، أحسن من زاكر نايك كمان. عجيب. وفي أحد المناظرات مع أحد القساوسة في كندا سأله سؤال عن القدر فحيره. هذا الرجل أصبح معتزليا، أصبح ينكر القدر، يقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فلما كلمته ونظرته يعني وذكرته بالله وتكلمت معه وتكلم معه غيري، يعني أكثر ما قال يمكن يعلم الأشياء معلمة كذا علم كلي ليس علم جزئي. قلت هذا كلام المعتزل، عين كلام المعتزل. فأنا أيضا عندك أحمد ديدات رحمه الله في المناظرات ألجأته إلى أن يقول كلام انتقده الناس وصاروا يشنعون عليه، لكن ليس لهم حقه، يعني ليس عالما، لكن بسبب المناظرات مع بعضهم حول القرآن اضطره أن يقول بعض كلام فهم منه أنه ينكر موضوع القراءات، لأنه ما عرف كيف يرد على الشبه. ففي المناظرة الإنسان أحيانا يعني خصوصا إذا كنت يعني أنت تتشرف المناظرة تتشرف للفتنة. نعم، فلا يصير ما يصير في مسلم كذا يصير إيش ديبيتر، هذه شغلة طول الليل نهار قاعد يناظر الناس، هذه غالبا لا يبقى على الهدى ولا يبقى على السنة غالبا. وهذا هذا ليس أصل الدين. أصل الدين يعني القياد والامتثال لأمر الله عز وجل، وأن الاضطرار لذلك غير. أما المناظرة بيصير الهدف الكلي وإفحام المناظرة. نعم، طب كم ساعة؟ 8. خلاص ويستعب أفضل يوم تأبدي لم تأمرين، لكن على الأقل لا كانت أعطينا فائدة مفيدة جدا. نعم، مفيدة جدا، بالذات ما قلت عن قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ثم حدث عن مطرف قال عن سمعت مالك بن علس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقولون قال عمر بن العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعد سنن الأخذ باتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق غيرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومستنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها على الحق ونهينا عن الجدل من وراء الخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم محظور علينا؟
قيل هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان، حتى هذه فيها أحوال. فقال قال كيف؟ قيل له قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، كل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل أحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، إذن ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. قيل له إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فإن كنت أنت حجازيا والذي ناظرك عراقيا وبينكم مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام، فإن كنتما تريدون السلامة وطلب الفائدة فقل رحمك الله، هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل وما أعز هذا في الناس. فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم وأنت، فلا ترجع عن قولك وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة، إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، إنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. فإذا لم تجد المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده وعرف ما عنده وما عندك والسلام، ثم لا تأمن أن يقال أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول هذا حديث ضعيف أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترد قوله وهذا عظيم، وكذلك يقول لك، فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض، هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم. كلام جميل، هذا جميل النهي عن القرآن.